التوعية عادة بتكون من الراشدين أو الكبار باتجاه اللي أصغر أو الشباب، إذا كانت التوعية من الشباب للشباب أكيد توصل أسرع وبطريقة واضحة أكثر من هيك. كل الأمور اللي بيقوموا فيها نادي التوعية حول السلامة أو سيفتي أويرنس كلوب بالأليو على طول بتكون مفيدة وبتخدم إن كان يعني طلاب الأليو وحتى طلاب الجامعات الثانية أو خاصة إذا كان مفتوح للجميع الإيفنتس اللي عم يعملوه اليوم. فداء الفقيه وهو بريزيدنت لسيفتي أويرنس كلوب ضيفنا ليحكي عن إيفنت جديد لجوقة الفيحاء أو كرة الفيحاء. صباح الخير فداء. صباح النور يا هلا. شو بتعملوا بهالسيفتي أويرنس كلوب؟ نادي التوعية حول السلامة أو السيفتي أويرنس كلوب بالأليو هو حديث العهد، يعني نشأ بآخر 2012. فعليا نحن بنشتغل على تعزيز التوعية على السلامة المرورية بلبنان. يعني نحن بنشوف إنه في مشكل كبير بضحايا حوادث السير إذا بدك، أو بوتيرة حوادث السير بلبنان اللي هي كل سنة عن سنة عم تتزايد. فنحن بنجرب انه نوعي مجتمعنا الضيق اللي هن طلاب الجامعه على حوادث السير، على كيف فينا نتفاداهم، على سلامه الطفل. منين اجت الفكره؟ صار في شيء حادث وقررتوا تعملوا؟ فعليا لا، بس نحن يعني مجموعه اشخاص كان عندنا اذا بدك امتعاض عن الوضع الحالي بلبنان، يعني عم نشوف شباب عم بيروحوا على الفاضي اذا بدك، اميات عم تبكي على اولادها كمان على الفاضي، يعني اخر اذا بدك ماساه صارت هي روني ابو جوده، اكيد بنعزي عائلته. يعني هيدي كانت اذا بدك ماساه لكره السله اللبنانيه وعشاق كره السله. فلحتى ما بقى يروح عنا ضحايا بلبنان، لحتى اذا بدك ما بقى نخسر ولا طالب من الاليو او ما نخسر ولا طالب من الاليو، قررنا أن نفتح هذا النادي. مثل ما قلت لك بيشتغل يعني على يعني انت بتسوق مهلك؟ اكيد. وبتنتبه على السواقه؟ اكيد بحط السيت بيلت. فبيشتغل على شو بيطمن انه في شباب هيك؟ ايه، وعم نجرب انه عن جد نزيد عدد الشباب اللي هيك. فالنادي بيشتغل على السلامة المرورية، سلامة الطفل، السلامة الرياضية وكيفية ممارسة الرياضة بطريقة آمنة وتفادي الإصابات الرياضية، سلامة الأبنية وكيفية الوقاية من الحرائق. فضمن هودي الخمس عناوين العريضة بنعمل بالعاده نشاطاتنا. شو عملتوا نشاطات مثلا قبل هذا النشاط اللي جاي؟ مثلا عملنا مؤتمر عن السلامة المرورية، كانت ندوة برعاية اللواء ريفي أشرف ريفي، أكيد مشكور على رعايته، بحضور اليازا، بحضور ضباط من قوى الأمن الداخلي. وقتها كمان كان عندنا بحدود ال 100 إذا بدك 100 شخص حاضرين هيدي الندوة. كنا عم نحكي عن السيفتي ميجرز يلي كل واحد لازم ياخذها على الطريق، يعني من حزام الأمان لأنه ما نستعمل تليفون، لأنه ما نشرب ونسوق، كل هودي الأشياء. يازا بقلب هيدا الإيفنت أطلعت كامبين جديدة لا يا حزام يا حرام، وقتها كانت تابعة بحب السرعة بموت فيها. وبعدين نفذنا مناورة، أكيد الدفاع المدني والصليب الأحمر نفذوها على سيارة، وهون قدرنا نوصل لكل طالب بالجامعة لل 400 شخص فعليا كانوا يحضروا. شو كانت المناورة؟ كيف exactly. يعني المناورة؟ الصليب الأحمر والدفاع المدني، جبنا سيارة عتيقة كسر فعليا، كأنه صار في حادث، وأجوا لحتى يعملوا عملية الإنقاذ. فهي المناورة كانوا محضرها 400 شخص، فقدرنا نوصل للصميم، يعني مسيناهم بصميم هول الأشخاص، أنه شافوا قد إيه بتاخذ وقت مع الصليب الأحمر ومع الدفاع المدني لحتى يقصقصوا السيارة، لحتى يشيلوا إذا بدك الضحية اللي جوات السيارة، لحتى تصير عملية الإنعاش، يعني عم تاخذ معهم ربع ساعة تقريبا، والشخص بيكون هون عم يتعذب، كله من وراء إذا بدك إهمال، من وراء سرعة، من وراء أنه ما يحط حزام الأمان، من وراء أنه يكون سكران وعم بيسوق، من وراء أنه واتساب وعم بيسوق. كيف عم بتشوف يعني رد الفعل عند الشباب؟ شو عم بيقولوا لكم بعد هالنشاطات اللي بيشاركوا فيها او بيحضروها او المؤتمر او غيره؟ شوفوا وصلت رسالتكم؟ بالضبط. هلا الفيدباك تبع المناوره كانت قويه كثير، لان عم بقول لك يعني شافوا قد ايه عم بيتعذبوا، قد ايه عم تاخذ وقت معهم عمليه الانقاذ، فاكيد وصلتهم المسج، واكيد الا ما نكون مسيناهم بالصميم، عرفتي؟ ومعنا ان شاء الله بنكون عم نحدث في وقت. على كل حال بعدكم مثل ما قلت حديثي العهد، بعد عندكم وقت طويل قدامكم. يوم حابين تعملوا كونسرت كورال الفيحاء اللي هني معروفين بغنوا اكابيلا وبغنوا مجموعه من الاغاني مزبوط. الحلوه، ايمتى وكيف وليش هالخيار؟ اوكي، بالمبدا الكونسرت رح تكون بكره الساعه 8 بقلب الاليو، بقلب الاوديتوريوم ايرون هول اوديتوريوم. ليه عم نعمل هيدي الكونسرت؟ هلا الفكره من وراء الكونسرت انه يروح الريفنيو تبعها، كل الايراد تبعها كدونيشن لجمعيه يازا، وجزء من الريفنيو يبقى بالكلوب لحتى نأمن استمراريتنا. هلا النادي بالجامعه عنده بارتنرشيب مع يازا، يعني اذا بدك المشن تبع جمعيه يازا هي نفس المشن تبع النادي. صح. فمن هيدا المنطلق ومن منطلق انه نحن عندنا بارتنرشيب مع يازا، حبينا ان تكون هيدي الكونسرت الريفنيو عم بيروح كتبرع لجمعيه يازا. بدنا نشوف فيديو لكورال الفيحاء لحتى اللي ما بيعرفون يتعرفوا، بركي بيتحمسوا أكيد. كمان يشاركوا بكره بالكونسرت وبالتالي بالتوعيه. شادي ركبت يتفرج، خفت وصرت اندهلو، وعينك رايح يا شادي ملقت عطرة في الوادي. شادي
معلش اجا وانا صرت اكبر مشاتي بعد صغير انا بتوقع لكم تملوا الاوديتوريوم كله ان شاء الله نحن هذا اللي بنتمناه صراحه. كيف عاملين الاسعار وكيف يقدر واحد ياخذ تيكتس لهالكورة؟ اوكي نحن عندنا الاسعار حسب السيتنج، يعني عندنا زون اي ب 40,000 عم بيع التيكت، زون بي عم بيع ب 25,000. وبرجع كمان يعني بحب استغل هذه الفرصه لحتى ادعي كل المشاهدين يلي بحبوا كورال فيحاء، يلي مأمنين بالمشن تبع النادي ومشن يازا، انه يكونوا بكره بالارون هول اوديتوريوم بقلب اليو بيروت الساعه 8، يكونوا اكيد كثار لان دعمهم كثير بقوينا. في رقم بيقدروا يتصلوا عليه اذا بدهم ياخذوا تفاصيل اكثر؟ اكيد لكل حدا بحب يعرف اكثر تفاصيل او يحجز تيكتس او يحجز محلات، الرقم هو 71 110 793، سو 71 110 793. بيقدر على التليفون يحجز تيكتس، وين بده يشتريهم للتيكتس؟ فعليا نحن عم نبيع تيكتس بقلب الجامعه يعني اون كامبس، بس اذا حدا منطقه كثير بعيده ومنه قادر يوصل على الجامعه فعم نكون عم نحجز تيكتس بصير على المدخل بس يوصل بيشتريهم. قد ايه بيسع الاوديتوريوم عالم؟ الاوديتوريوم بيسع تقريبا 350، سو نحن هدفنا نعبيه 350. متوقعين تتعبوا؟ ان شاء الله هيدا اللي بتمناه. عندكم فكره عن النشاط الجاي ولا بعد ما قررتوا عنه؟ صراحه عندنا كثير نشاطات جايه، يعني منها بيتعلق بسلامه الطفل، منها بسلامه الابنيه، بس هلا ناطرين نخلص الكونسرت لحتى يصير معنا شوي وقت. نحن بدنا نقول لكم جود لاك وان شاء الله على طول بهالوعي وبهالنشاط لتوعوا اللي حولكم الشباب. لو بيخلصوا حوادث السير على الاخر وبيوقفوا ما بنفقد حدا ولا بيتاذى حدا. بريك ومنتابع باقي اللايف، خليكم معنا.